كلف مجلس الوزراء المسؤولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مناشدا المواطنين بالتزام المنازل غدا السبت إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة كميات المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة.